قسم مستعجلات بمدينة الفنيدق من اكتظاظ ووجود طبيب واحد فقط في مدينة يتجاوز عدد سكانها 80,000 نسمة، وعدم وجود الأدوية التي تستعمل أثناء الولادة أو في بعض الحالات كالحقن، وتقادم وتهالك معدات طبية وعدم صيانتها، ومنها ما لم يعد صالحا للتشغيل كجهاز سكانر. وهي مناسبة نشكر من خلالها كل الأطقم الطبية والتمريضية التي تحاول جاهدة تقديم الخدمات للمرتفقين في ظل تبعات أوجه القصور البنيوية لمنظومة الصحة ككل بما فيها المستعجلات. وندعو في الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية إلى دورة تطوير مجال طب المستعجلات باعتباره شرط أساسي من شروط النهوض بالمنظومة الصحية خصوصا. سيد النائب المحترم، مسألة ديال المعدات ما كتناقش، هذه ما تقوليش راه معدات قديمة ولا ناقصة. اسمح لي، المعدات كلها اللي كاينة في الشمال الحمد لله عندكم معدات، إلا ما كاينش سكانير في المضيق كاين في الفنيدق كاين في مارتيل، حتى إلا كان واحد العطب ماشي خص السكانير يبقى ولا بدا، راه أباري كتخدم وكتخسر. هذاك السكانير أنا درت فيه السكانير بنفسي اللي كتقول عليه. دونك شكرا سيد الوزير.